تعادل سلبي بدون اهداف بين الاهلي وسموحه، ولكن يضمن طبعا احنا ما كناش تعادل، طبعا ما كناش عايزين التعادل، ولكن التعادل بعد تعادل الزمالك والمقاولين يضمن الاهلي الاحتفاظ بالصداره والحفاظ على فارق النقاط. كان نفسنا طبعا النقاط او فارق النقاط يتسع بين نادي الاهلي ونادي الزمالك، ولكن قدر الله ما شاء فعل والحمد لله على كل شيء. كابتن شريف، تعادل كنا نتمنى فوز طبعا واهدار لفرص كتيره بتجيلنا يعني، ولكن احنا قلنا ايه قبل المباراه؟ دوري مش سهل، ما فيش حاجه سهله في الكوره. مش معنى ان النهارده كان عندك اسبقيه انك انت ممكن تحتفظ بفارق كبير. عندك خساره بيراميدز وتعادل الزمالك، الحقيقه كانت فرصه كبيره جدا، ولكن ده الدوري وعندك فرص كتير جدا انك انت يمكن عايزين بنتكلم انا وانت وبلال والكباتن، بتقولوا ان بعد ما بنرجع من الراحه بتبقى عندنا عمليه لملمه الفريق تاني والاوراق تاني والشكل تاني. في لعيب بيطلع للتوب وفي لعيب بيصاب وفي حاجات كتير قوي بيحصل تعديل في التشكيل يعني، ومش عارفين نوصل لحد دلوقتي لفرقه يعني او ل 11 لاعب في الاول نبتدي بيهم اللي هم الثوابت يعني اللي انت بتبقى شايف يعني. انا بنتكلم على حسين الشحات بينزل على فترات وجيد جدا، كريم فؤاد ابتدى كويس قوي قبل الايقافات لما كنا بنلعب متواصلين وكلام من ده، اصابه اكرم ورجوع محمد هاني، وكل لاعب بيرجع بيبقى محتاج وقت كبير جدا ان هو يبقى فورمته وان هو يديك الكوره والثقه. اهم حاجه اللاعب ينزل يبقى محتاج ثقه، الثقه دي ما بيجيش الا باللعب الكتير قوي يعني. انا النهارده عشان ابقى عندي احساس بالملعب لازم على طول ابقى باخد، او على طول يبقى عندهم ثقه فيا. لو انت النهارده حطيتني وبكره لا ما حطيتنيش وابتديت تعمل الروتيشن اللي بيحصل ده هنفضل في نفس الشكل ده. لكن معلش كل مره احنا بنقول احنا بنستفيد من مش الاخطاء، من شكل المباراه. احنا بنستفيد من حاجات كتير قوي بتحصل في المباراه. كذا حاجه النهارده كنا طالبينها ان احنا يكون عندنا اسلوب ضغط على المنافس دايما. المنافس لما بتعمل ايه ضغط هو بيفقد الكوره وبيجيله حاله نفسيه بيقول لك خلاص هات الجون بقى وخلص. النهارده ده حتى مش موجود يعني، مش موجود. زي ما يكون في حاله ارهاق في نفسيه وانت بتلعب كده، حاسس ان المباراه عايز اكسبها على قد المجهود اللي عندي النهارده. بتحاول تعمل، ولكن الكومبينيشن اللي كان موجود في اول شوط بين برونو ومحمد شريف وكريم وعبد القادر وما قدرش يحقق التفوق واسبقيه التهديف، بتطلب وتعمل ضغط لدرجه انه نزل رأفت خليل ابتدى يطرح فيه الثقه كويس، لعيب دريبلر وعنده شخصيه ويقدر يعمل خلل في اي دفاعات وكلام من ده. ولكن النهارده احنا ما شفناش بكل الامكانيات اللي موجوده كره واحده شفناها في الدقيقه 88 يا عيم اللي هي بتاعت بالراس بتاعت حمدي فتحي، وكره ثانيه بتاعت حسين الشحات لما دخل، ومحاولات عرضيات ولكن بدون خطوره يعني، على طول عاليه وعلى طول في ايد الهاني سليمان، وتفوق واضح لكل دفاعات سموحه الحقيقه. قاطعين الكره صح، واقفين صح، فرقه بتلعبك دايما بمبدا واحد ومفهوم واحد، وهذا المدرب كمان بيلعبك بمفهوم واحد، ازاي ان انا اامن نفسي من النادي الاهلي يعني، وابقى موجود في بالكونتر اتاك او باي باص خطا كتير. النهارده كان في باص كتير خطا كتير قوي، هو ده اللي خلى عليك خطوره الناحيه الثانيه، بيروحوا عليك سبرنتات رياكشن انت مش مستنيه، فممكن السرعات تفرق. الراجل خد محمود متولي وجري، لان محمود متولي فوجئ بدل ما بيحضر نفسه ويعمل الريستارت بتاعه، الراجل التاني بيبقى جايب سرعته كامله. ف حاجات كتير حصلت النهارده ما كناش نتمناها تحصل الا بوزيتيف لينا احنا، ايجابيات لينا احنا، ولكن قدر الله ما شاء فعل وربنا عايز كده والنتيجه كده. عندك لسه دوري كبير جدا، نقدر نشوف الدنيا فيها ايه، ونتمنى للجهاز الفني ان هو يثبت على تيم يضع فيه الثقه دايما ويديله دايما، وعندنا
فرص كبيره جدا ان ده يتحقق يعني. ونرجع برده بعد الاصابات اللي عندنا يعني. عندنا برده اصابات، عندك طاهر محمد طاهر، عندك انا بسالك النهارده على شادي، في سبب فني او وجهه نظر، أو وجهة نظر الراجل. في لعيبه كتير قوي لازم تبقى موجوده يعني، بيرستاو لما بيبقى موجود، الحاجات دي كلها كل يوم احنا بنطلع خطوه كويس والاصابات تروح مرجعك تاني خطوتين، نطلع خطوه وتلاقي بعد ما ابتدى يثبت طاهر واحمد عبد القادر ولايم فيرويد وحاجات كده، بيجرب مره شيف ويجرب مره شادي، تلاقي فيه مشاكل بتحصل خارج اللعبه يعني. بنطلب مجهود اكتر من كده المباريات اللي جايه، تركيز اكتر من كده، وتوفيق من الجهاز الفني يعني. ان شاء الله باذن الله.